يعني سيد حافظ، أنت من خلال ما ذكرت الآن تجزم بأن هذه المحاكمة محاكمة سياسية، وما جرى ليس تحقيقا للعدالة، وإنما هي مكايدة من قبل الحكومة الحالية. بالضبط، يعني لا يوجد أصلا تفسير آخر لهذه القضية. يعني هذا ليس كلامي أنا، إنما هو كلام الخبراء القانونيين. لكن أين المحكمة سيد حافظ؟ يعني إذا كان هذا قرار حكومي أو هذا رغبة لدى الحكومة باعتقال عمران خان، أين القضاء الباكستاني؟ طبعا الحكومة هي قالت أنها ليس لها علاقة بهذا القرار، وأن المحكمة هي من اتخذت القرار. طبعا إذا رأينا إلى سجل القاضي همايون فلاور، هذا الرجل أيضا كان لديه بعض المنشورات التي قام بنشرها من حسابه الشخصي في منصة الفيسبوك، وهو يقوم بتهديد عمران خان وبسبه وشتمه. هذا يعني أن هذا الرجل ليس رجلا عادلا، ثم قام بالنفي ذلك، حتى أنه لم يستمع إلى كل الأدلة، وتم اتخاذ القرار بسرعة جدا، حتى أن الشرطة الباكستانية، وهذا ما يعني يجعلنا نشك في الحكومة ولا نستطيع أن نقول أن الحكومة هي صادقة في كلامها، وهي أن الشرطة الباكستانية وصلت إلى بيت عمران خان في دقائق معدودة بعد اتخاذ القرار. هل كانوا يعلمون بأن القرار سيكون في صالحهم، سيكون ضد عمران خان؟ يعني كيف عرفوا بهذا القرار، وكيف استعدوا، وكيف وصلوا إلى بيت عمران خان في لاهور؟ مهم.